أبنائي وبناتي فنانو الصف الحادي عشر، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفنون، وهو بعنوان المتحف. سنتعرف من خلال هذا الدرس على مفهوم المتحف وأقسامه المتعددة بمكوناته الفنية والتقنية، وكيفية توظيف محتواه لنشر الوعي المتحفي والأثري في المجتمع. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب على المتحف وأقسامه ومحتواه الثقافي، أن يناقش الطالب جماليات المعروضات في المتاحف، وأن يتذوق الطالب جماليات الجهد البشري، أن ينشئ الطالب دفتر تجارب تشكيلية للمعلومات المتخصصة. مصطلحات الدرس: سنتعرف عزيزي الطالب على تعريف المتحف من السيد سالم المري، نائب مدير متحف الفن الإسلامي. المتحف طبعا هذا صرح ثقافي كبير، وتعريف المتحف معروف في أي مكان لو سألته، هو مؤسسة تربوية تعليمية ثقافية اجتماعية ترفيهية دائمة تخدم المجتمع، ولكن تخدم المجتمع في ماذا؟ هي تجمع وتحفظ وتعرض وتصون الإرث الإنساني أو الثقافات الإنسانية من الحضارات السابقة. الثقافة المتحفية ومقتنيات المتحف، ويكلمنا عنها السيد نائب مدير متحف الفن الإسلامي. لذلك هذه المتاحف هي مراكز ثقافية وليست فقط على أنها متحف، هي شاملة لكل هذه الأنشطة التي وضحتها الحضرتك. وهذا المتحف يحوي بين جوانبه ما لا يقل عن 10,900 قطعة من الفنون الإسلامية من الحضارات السابقة. أنواع المتاحف: متاحف فنية، متاحف تراثية، متاحف علمية، متاحف بيئية، متاحف تعليمية، متاحف قومية، ومتاحف ترفيهية. هل هناك متاحف أخرى في قطر لها نفس الأهمية؟ طبعا قطر فيها متاحف، فيها تروح هناك عندنا متحف قطر الوطني، يعني متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، طبعا تحت مظلتها العديد من المتاحف. ومتحف الفن الإسلامي يحتاج، وهناك الكثير طبعا من هذه المتاحف كلها تخدم المجتمع، وكل متحف له تخصص خاص به. أما هذا المتحف فهو يحوي الفنون الإسلامية، لذلك فهو وجهة للسياح من خارج قطر، وبالذات من آسيا، من أوروبا، من أمريكا. يعني سنويا يأتي العديد من الزوار للاطلاع على ما يحتوي هذا الصرح الثقافي. المتاحف الفنية، ويدخل في نطاقها عرض اللوحات الفنية بالإضافة إلى أعمال النحت والخزف وغيرها من العناصر الفنية الرفيعة، ومن أشهر المتاحف الفنية متحف اللوفر في باريس. المتاحف التراثية، وتشمل المتاحف التي تعرض التراث للحضارات المختلفة من أدوات كانت تستخدم قديما، وتعرض تطور هذه الأدوات حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن. كما يحتوي المتحف التراثي على قاعات للدراسة والترميم، ومن المتاحف التراثية المتحف الوطني في الدوحة، ومتحف عمان الوطني، ومتحف مشارب بالدوحة. المتاحف العلمية، وتعرض فيها الأساليب العلمية والاستكشافات. أما المتاحف البيئية فتعرض فيها أنواع مختلفة من الأخشاب والمعادن والأحياء الطبيعية. المتاحف التعليمية، يحدثنا بهذا الخصوص الأستاذ سالم المري، نائب مدير متحف الفن الإسلامي. ما هو وجه التعاون بين المتحف الإسلامي ووزارة التعليم العالي؟ التعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي متعدد النواحي وفي كثير من الجوانب، ولكن أنا راح أركز لك على المجال التي أنتم جئتم من أجله، هو مجال الفنون أو التربية. أولاً متحف الفن الإسلامي ساهمنا وبشكل كبير في وضع منهج التربية الفنية للمدارس الثانوية، هذا أولاً. ثانياً تم الاتفاق
على أن يتم إعطاء بعض الدروس العملية لهذه المدارس أو لهذا المنهج داخل متحف الفن الإسلامي. كذلك قمنا من العام الماضي بتجربة 4 مدارس تقريبا، كانت مدرستين بنات ومدرستين بنين، جاءوا إلى هنا وعملنا لهم بعض ورش العمل التي يتعودون عليها إن شاء الله مختصة بالمنهج. ثانيا لجميع ما نعمل من أنشطة ومن برامج بالذات للمدارس الموجودة في الدولة، كل فئة على حسب من الروضة وحتى الثانوية تخدم المنهج المدرسي متعلقة بالمنهج المدرسي، سواء في العلوم يجب أن يكون الجولة اللي يأخذها الطلاب متخصصة، يعني كل شيء يتبع المنهج الموجود. نتكامل طبعاً، عملية تكامل بين المتحف والدنيا المناهج طبعاً. نعم. المتاحف القومية وهذه الفئة من المتاحف تستمد تعريفها من وظيفة المتحف ذاته، الحفاظ على التراث الفني للبلد. هل المتاحف فقط للتعريف بالحضارات أم يمكن أن توجد فيه أماكن للترفيه؟ طبعا مثل ما قلت لك المتاحف ليست فقط للترفيه، هي مؤسسات تعليمية في نفس الوقت تربوية ثقافية اجتماعية. لذلك عندما يأتي الطالب إلى هذه المتاحف يطلع على ماذا؟ يطلع على تراث أو الحضارات السابقة، تراثها، إرثها، ثقافتها، عاداتها، تقاليدها. كذلك نقيم هنا في متحف الفن الإسلامي برامج، نعمل لهم بعض المسابقات الثقافية، أشياء كثيرة. لذلك المتحف ليس مكان فقط للترفيه، لأنه يجب أن يكون في نفس الوقت هو نعم هناك ترفيه، ولكن الشق هو تعليمي، لأن هذا إرث وليس مجرد أن أجي أرفع عن شيء معين. عزيزي الطالب، سوف نأخذ مثال عن المتاحف ومتحف الفن الإسلامي الموجود في الدوحة، وسيحدثنا عن هذا المتحف الأستاذ سالم المري نائب مدير المتحف، فليتفضل. هذا المتحف يحوي بين جوانبه ما لا يقل عن 10,900 قطعة من الفنون الإسلامية من الحضارات السابقة. أما الآن إلى مقتنيات المتحف والمقتنيات الخزفية مع العرض التالي. سلطانية من إيران أو آسيا الوسطى من القرن 10 الميلادي، فخار وطلاء بالطين السائل، مكتوبة مزخرفة أيضا بالكتابة العربية حول الحافة، ومكتوب بركة ويوم ونعمة لصاحبه. المقتنيات الزجاجية الآن موجودين في قاعة المماليك مصر وسوريا بين القرنين 14 و15، نلاحظ في القاعة موجود عدة مصابيح مسجد من مصر وسوريا بأشكال وأحجام مختلفة. هذه المصابيح كانت تعلق في سقف المسجد من أجل إنارة المسجد وزخرفة المسجد، لهذا نلاحظ أنها لأنها استخدمت في المساجد فالزخرفة تكون فقط خط عربي حول البدن والعنق وزخارف نباتية وهندسية فقط. مجموعة المخطوطات تضم أكثر من 800 مخطوطة تندرج ضمن المخطوطات القرآنية التي تعود إلى القرن السابع وإلى أعمال عثمانية من القرن 19، إضافة إلى المصاحف، حيث يعرض المتحف صفحتين من أصل 5 صفحات معروفة فقط تعود لأكبر مصحف في العالم والمعروف باسم مصحف بيسونغور التيموري. المقتنيات المعدنية، سنتعرف على إحدى المقتنيات المعدنية الموجودة في متحف الفن الإسلامي خلال العرض التالي. من القرن 15 فولاذ مع تطعيم بالفضة، واستخدم هذا القناع الذي كان متصل بالخوذة كجزء من الأقنعة الحربية. نلاحظ الفتحة الموجودة في الأعلى تثبت فيها الخوذة، والقطعتان والفتحتان الموجودتان حوالين الحاجب لتثبيت قطعة حديدية من أجل حماية العنق، وبعد ذلك تتصل بالسترة أو الدرع الحربي. المقتنيات النسيجية، تحوي مقتنيات متحف الفن الإسلامي النسيجية على بعض من أجمل نماذج السجاد والأزياء التي صنعت قبل القرن 16 والتي صنعت في الشرق الأوسط.
عزيزي الطالب، لنتناقش ما هو نوع القطع الأثرية الموجودة في هذه الصورة، وما هو نوع الزخارف الفنية المستخدمة في تزيين هذه القطعة الأثرية. هل استخدمت هذه القطعة الأثرية بغرض الزينة فقط؟ لاحظ عزيزي الطالب أن هذه القطعة مصنوعة من الزجاج، نعم، وعليها زخارف خطية من الخط العربي. أيضا استخدمت هذه القطعة كمصباح إضاءة آنذاك. مناقشة أخرى عزيزي الطالب، ما الخامة التي صنعت منها القطعة الأثرية هذه؟ ما هي النقوش التي تميز هذه القطعة الفنية؟ مبخرة من مصر أو سوريا، مصنوعة من نحاس أصفر مع ذهب مكفت بالفضة، ونلاحظ بأن الزخارف الموجودة في هذه المبخرة تكمن في الخط العربي الذي استخدم بكثرة في هذه المبخرة. نلاحظ أن الخط العربي استخدم على شكل شمس، نلاحظ أن الشمس موجود، قرص الشمس في المنتصف، وأشعة الشمس هي عبارة عن الكتابة اللي هي عبارة عن إهداء للسلطان في تلك الفترة، بالإضافة إلى الزخارف النباتية التي تغطي جميع أجزاء البدن نفسه. خطوات تنفيذ العمل. عزيزي الطالب، للاطلاع على مقتنيات متحف الفن الإسلامي أولا، ثم اختيار بعض الصور لبعض المقتنيات الموجودة داخل المتحف، وجمع المعلومات الخاصة بكل قطعة أثرية، ثم اختيارها من مقتنيات المتحف، إنشاء دفتر تجارب تشكيلية للمعلومات التي تم جمعها، ترتيب الصور والمعلومات داخل دفتر التجارب التشكيلية الخاصة بكل طالب. يمكنك عزيز الطالب أن تحصل على صور وتضع تحتها معلومات خاصة عن هذه الصور، وإن لم تستطع أن تحصل على هذه الصور، حاول أن ترسم بعض الصور وتضع المعلومات تحت هذه الصور كما سنرى في البيان العملي القادم. مناقشة المعلومات المتخصصة الخاصة بكل قطعة تم جمعها. أبنائي الطلاب، نبدأ هذا البيان برسم قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي في قطر. وهذه القطعة تمثل قناع حربي الذي كان يستخدمه الجنود أثناء المعارك لوقاية الوجه من الضربات. نبدأ برسم هذا القناع بقلم الرصاص، ومن ثم نظهر الزخارف بقلم التحبير الأسود، وبعد ذلك نبدأ بعملية إظهار المعالم بالتضليل، مناطق الظل ومناطق النور، وعند الانتهاء نسجل معلومات عن هذه القطعة، وهو قناع حربي كما ذكرنا. من أين؟ من شمال القوقاز أو غرب إيران، وهو من عصر أو من القرن الخامس عشر، وموجود الآن في متحف الفن الإسلامي في الدوحة. هذا تصميم للمتحف الوطني الذي استلهم من زهرة الصحراء، ومن ثم نذهب إلى تصميم آخر للمتحف الأولمبي في قطر. استلهم هذا التصميم من الشعار أو شعار الأولمبياد، أو الحلقات الخمسة التي تدل على القارات الخمسة. نبدأ بقص هذه الحلقات من الكرتون، ومن ثم تلوين هذه الحلقات بألوان الشعار والأصفر والأخضر والأحمر والأزرق والأسود، وبعد ذلك نبدأ بتشكيل مجسم لهذا المتحف حسب رؤيتنا الفنية، وبعد ذلك نرسم هذا المجسم قلم الرصاص. إذا نفترض عزيزي الطالب أن المتحف الرياضي مقتنياته هي أدوات رياضية وملابس رياضية ومعلومات عن رياضيين عالميين ومجسمات للرياضيين وكؤوس وغير ذلك من الأدوات الرياضية لرياضيين مشهورين كالملاكم محمد علي كلاي وغيره من الرياضيين المشهورين. عند الانتهاء من تلوين هذا المتحف نرى هذا هو نهاية التصميم للمتحف الأولمبياد. نذهب إلى تصميم آخر وهو متحف الأحياء البحرية، استلهمنا هذا التصميم من سمكة القرش. بدأنا بتحوير هذه السمكة وتحويلها إلى مبنى يشبه هذه السمكة، ويمكن أن يكون هذا المتحف يختص بالأحياء البحرية. نذهب إلى تصميم آخر وهو استلهم من حشرة العنكبوت، ويمكن أن نحور هذه الحشرة ونبسطها ونحولها إلى مبنى
يشبه هذه الحشرة، ويمكن نطلق عليه اسم متحف الحشرات أو متحف العلوم. هذا هو المبنى بشكله النهائي حسب رؤيتنا الفنية. عزيزي الطالب، لاحظ أننا كما رأينا مقارنة بين المتاحف المتخصصة والأفكار في تصميم أبنية المتاحف. أرجو أن أكون قد أوصلت لكم المعلومات القيمة، وعسى أن تكون هذه الأفكار ملهمة لكم في تنفيذ مشروع الفصل الدراسي الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، بالعودة إلى الكتاب المدرسي في الصفحة 72، أرجو أن تجيب على السؤال التالي: هل استفدت من درس اليوم؟ وما الذي استفدته؟ أرجو أن تدون ملاحظاتك وترسلها إلى معلمك. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لطلابنا، وندعوكم أيها الطلاب وأبنائنا جميعكم إلى زيارة المتحف وزيارة المكتبة التي تفتح من الساعة 9 إلى الساعة 7 مساء، فمرحبا بكم. شكرا جزيلا. شكرا أبنائي الطلاب، أرجو أن أكون قد وفقنا في تقديم ما هو مفيد لكم بهذا الدرس، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح دائما وأبدا.